طفولتي كانت مليئة بالأعمال الإيجابية النافعة. فهو عندما تكلم عن جمعية العلماء كان محقا بأنها حقا خير جمعية أخرجت للناس. تأملات في الوجودية الغربية والكفر بالوجودية الفلسطينية. ما الدروس المستفادة؟ ما الأيام التي لا تنسى في تاريخكم الشخصي وفي تاريخكم العام؟ نساند القضية الفلسطينية بكل ما نملك. أعظم وأخطر الأيام التي عشتها في حياتي أيام الثورة الجزائرية. نملك كل زمام القوة، الغاز عندنا، البترول عندنا، الأموال عندنا، الاستقلال عندنا، لماذا نهاب أو نخاف الصهيونية؟ الدكتور عبد الرزاق قسوم، الرئيس الشرفي لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.